أقيم اليوم الاثنين 5 ديسمبر 2022 عزاء الكاتب الكبير مفيد فوزي الله يرحمه، زي ما احنا شايفين في الصور ديت، في كنيسة السيدة العذراء بالمرعشلي بالزمالك، وكان في كتير من الحضور من فنانين، وهنا أدي صاحب بقاعة الكشري، وأيضا هنا يحيى الفخراني كان من أول الحضور، كان في سياسيين وصحفيين، وادي ادوارد، وادي هنا كاتب مصطفى بكري والاعلامي، وادي جمال عنايت، وادي رانيا فريد شوقي. طبعا هو توفي عن عمر 89 سنة الله يرحمه، و ادي هنا جمال الشاعر، وادي مخرج خالد جلال، كتير حضروا العزاء، وادي الفنان يوسف منصور. وادي محمد الباز، وادي طارق الشناوي، وادي ميرفت أمين، وإلهام شاهين حضرت. بخصوص ان الراحل مفيد فوزي عبر عن سعادته بموت الشيخ الشعراوي، انا بحثت كتير على الانترنت ولم اجد اي فيديو لمفيد فوزي بيعبر فيه عن سعادته بموت الشيخ الشعراوي الله يرحمه، واعتقد ان هي ديت كذبة اخترعوها وصدقوها. وكان حاتم الحويني كتب تعليقا على ترحم بعض المسلمين على مفيد فوزي، لكل من يترحم عليه من المسلمين: هذا الرجل لا يؤمن بدينك ولا يعترف بنبيك، فكيف تطلب له الرحمة؟ العقيدة خط احمر فانتبه، وإياك ان تسأل الله الرحمة لغير مسلم، فهذا قطع في عقيدتك أنت وما تؤمن به. أقول له: يا أخي إليك نعي الشيخ القرضاوي للبابا يوحنا بولس الثاني بابا الفاتيكان والكنيسة الكاثوليكية، وقال حينها: لا نستطيع إلا أن ندعو الله تعالى أن يرحمه ويثيبه بقدر ما قدم من خير للإنسانية وما خلف من عمل صالح أو أثر طيب. وأنا هحط الرابط بتاع كلام الشيخ القرداوي دهوت في أول تعليق. أيضا هناك الشيخ خالد الجندي قال إن هو بيطلب الرحمة للكافر والملحد والشاذ كمان، وبرضه هتلاقوا الرابط بتاع كلامه تحت في أول تعليق، وقال إن الآية اللي بيتحجج بيها الناس اللي هي فيها كلمة يستغفره، مكتوب كلمة يستغفره وليس يسترحمه. أيضا الشيخ أحمد كريمة قال إن المسيحيين مش كفار والجنة مش للمسلمين فقط، ومدام ممكن يخش المسيحيين الجنة يبقى الله يسمح بأن يرحمهم، لأنه مش ممكن أن يدخلوا الجنة بدون أن يرحمهم، مش كده برضه ولا إيه؟ وهتلاقوا برضه الرابط بتاع الفتوى دي تحت. أيضا مبروك عطية لمنتقد الترحم على غير المسلمين قال: بقينا عايزين نعرف الميت رايح فين، وبرضو كلامه موجود تحت في أول تعليق. وآخر حاجة بقى، آخر دليل، إن دار الإفتاء نفسها قالت إن الترحم على موتى غير المسلمين جائز. فبقول بقى لإيه، لأي حد عايزني أجيب لك مين بعد كل ده؟ ما تبقاش بقى، لأن ربنا نفسه ينزل ويترجاك أن تغير أفكارك الغريبة. وتعالوا نشوف بقى صور الجنازة ومعلومات أعتقد ما تعرفهاش عن مفيد فوزي الله يرحمه. أقيمت 4/12/2022 جنازة الكاتب الكبير والصحفي مفيد فوزي، والذي رحل عن سن 89 سنة، أقيمت بكنيسة
كنيسة السيدة العذراء بالمرعشني بالزمالك زي ما احنا شايفين في الصور ديت، وكان كتير من الشخصيات حضروا الجنازة، وكان منهم الفنانة ميرفت أمين وأيضا حمدي رزق اللي هو في الصورة ديت، وادي الفنان تامر عبد المنعم، وكانت الفنانة سيمون كمان حاضرة، وأيضا الصحفي محمود سعد حضر برضو عشان يؤدي واجب الجنازة زي ما احنا شايفين في الصورة ديت. أيضا حضر دكتور مصطفى الفقي زي ما احنا شايفين هنا، الله يرحم مفيد فوزي، ومكتوب على الصندوق: أنا والقيامة والحياة، من آمن بي ولو مات فسيحيا. ودي من كلام السيد المسيح، وده أحمد الطهري الله يرحم مفيد فوزي. مفيد فوزي سعد من مواليد 19 يونيو عام 1933، ولد بمحافظة بني سويف، هو إعلامي مصري لقب بالمحاور. كان والده فوزي سعد موظف بوزارة الصحة، أما والدته السيدة مريم فرج فكانت ربة منزل، وهي التي شجعته على نشوء موهبته الصحفية. منذ الصغر تخرج في كلية الآداب جامعة القاهرة قسم اللغة الإنجليزية عام 1959. تزوج من الإذاعية الراحلة آمال العمدة في الأول من مايو عام 1968، والتي رحلت عن عالمنا في 11 مارس 2001، أنجب منها ابنته الكاتبة الصحفية حنان مفيد فوزي. آمال العمدة ولدت بالأقصر عام 1941، وتنتمي لبيت العمدة جورجي موسى، وقدمت آمال العمدة العديد من البرامج الناجحة بالإذاعة المصرية. نشوف بقى صور نادرة ليهم في زفافهم، ادي هنا في الزفاف بتاع مفيد فوزي وامال العمده، وكانت حاضره ناديه لطفي على يمينه، وايضا سعاد حسني. ودي صوره تانية من الزفاف على امال العمده، هي جوزها بس وما اتجوزش بعديها. وادي هنا صوره ليهم في شبابهم اللي هي على الشمال، وادي بنته حنان ربنا يخليها لي ويخلي ليها، دي حنان مفيد فوزي كاتبة. وقد حل الكاتب والإعلامي مفيد فوزي ضيفا على برنامج تقديم الكاتبة الصحفية فجر السعيد على قناة سكوب في الكويت، كان البرنامج ساعتها في الكويت. وشدد مفيد فوزي على أنه من المستحيل أن يشعر بالوحدة بسبب قلمه وشفيعه مثلث الرحمات المتنيح البابا كيرلس السادس، وأخرج صورته من جيبه واستكمل قائلا: نصحوني في مصر ألا أخرج صورته من جيبي على الهواء في الكويت، لكني قلت لهم الكويت بلد السماح. وأوضح البابا كيرلس هو الذي وضع يده فوق رأس الرئيس الراحل جمال عبد الناصر بعد هزيمة 67 وشفاه بإرادة الله. كان الرئيس تعبان مريض، وهو تشفع له عند ربنا عشان يشفيه، وهو أيضا الذي منحه عبد الناصر أحقية بناء الكنيسة المرقسية المعروفة حاليا بالكاتدرائية المرقسية بالعباسية. هذه هنا أثناء لقائه مع فجر السعيد في برنامج غبقة سكوب، وفجأة حط إيده على جيبه وطلع صورة البابا كيرلس. وادي هنا صور للرئيس جمال عبد الناصر مع البابا كيرلس السادس، كان فيه حب ووئام ومودة بينهم. ويقول مفيد فوزي عن عبد الحليم حافظ: عرفته، التصقت به وعرفت كيميائه، وكان يتيما في الميلاد وفي الحياة. بهذه الكلمات لخص مفيد فوزي علاقة الصداقة القوية التي جمعته بالعندليب الأسمر، والتي أورد الكثير عنها في كتابه صديقي الموعود بالعذاب. يقول مفيد فوزي: لم يكن عبد الحليم حافظ ذلك الفارس المغوار الذي ينجح في كل غزواته، ولم يكن ذلك العاشق الأسطوري كما صور نفسه في بعض مذكراته وكأنه
كازانوفا العصر. كان عبد الحليم حافظ عاشقا مهزوما يعود من معاركه دامي القلب مكلوم الفؤاد مكسور الوجدان، وكان يخفي هذا عن أصدقائه. هذه الحقيقة التي عرفها مفيد فوزي لقرابيه من عبد الحليم حافظ سببت خلاف بينهم، ظهر بشكل واضح حينما قرر عبد الحليم حافظ أن يكتب سيرته الذاتية، وعندما نشرها رأى مفيد فوزي أنه من الأفضل أن يروي حليم حكاياته ويتولى أحد الزملاء الكتابة، لكن حليم كان يصر على مراجعة التسجيلات وحذف بعض الحقائق عندما يراجع نفسه، وهو ما دفع مفيد فوزي أن يقول له: أنت لست بكاتب مهما كان عندك تذوق للكلمة، أم كلثوم تفوقك في هذا الميدان. وعبد الوهاب أعظم الذواقة في دنيا الكلمة، ولم يفكر أحدهما في كتابة مذكراته بنفسه بقلمه، إنك تريد أن تبدو في الصورة التي رسمها الناس عنك. فليست هذه سيرة ذاتية، إنها سيرة ملاك تفتقد الضعف والنزوات والفشل لتعطيها الصدق وتصل إلى قلب الناس. هنا عبد الحليم حافظ ومفيد فوزي، رغم علاقة الصداقة القوية كان فيه خلاف بينهم، وهو وضح سبب الخلاف ده. أسرى مفيد فوزي عالم الصحافة والتلفزيون بتحقيقاته المتنوعة وحواراته الناجحة مع أهم الشخصيات السياسية والأدبية والفنية. لو أعجبكم الفيديو يا ريت تشتركوا في القناة وتفعلوا الجرس ليصلكم كل جديد، وشاركونا بالتعليقات، وشكرا لكل المحبين والمتابعين والمشاهدين قناتكم قناة أخبار النجوم، شكرا لكم.